Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Farhan Muhemi dari Kors TNU 29. Kali ini saya akan membaca surah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.